بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع حل قطعة جديدة من قطع الثانوية العامة، فلنبدأ. هنري بولينج was a retired bank manager. يبقى هنري بولينج ده مدير بنك متقاعد. And lived a very conventional life. وعاش حياة تقليدية جدا. His mother died just after he retired. أمه ماتت بمجرد ما هو تقاعد. At the funeral, في الجنازة, he met his aunt Augusta. قابل عمته أو خالته Augusta. A woman in her 70s. امرأة في السبعينيات من عمرها. Who he hadn't seen for 50 years. والتي لم يراها لمدة 50 عاما. أنت أغسطا had traveled all over the world. أنت أغسطا قد سافرت في جميع أنحاء العالم. From everything she said, من كل شيء هي قالته, it was obvious that, كان من الواضح أن, أغسطا had lived an adventurous and conventional life, بأن أغسطا قد عاشت حياة فيها مغامرة وغير تقليدية. After the funeral, بعد الجنازة, Henry and Augusta met again. تقابلوا مرة ثانية. And despite having very different personalities. وعلى الرغم من أن لديهم شخصيات مختلفة جدا. They got on well. كانوا على وفاق معا. Augusta told Henry things about his family. Augusta أخبرت هنري أشياء عن أسرته. That he had never known. والتي لم يعرف عنها شيء أبدا. Augusta then persuaded Henry to go traveling with her. Augusta بعد ذلك أقنعت هنري بأن يذهب للسفر معها. At first to places in England. أولا في أماكن في إنجلترا. But gradually ولكن بالتدريج to more exciting destinations. إلى وجهات سفر أكثر إثارة. Until that time حتى ذلك الوقت Henry had lived a quiet life. كان قد عاش حياة هادئة. Most of the people who knew were bank customers or colleagues. معظم الناس اللي هو كان يعرفهم كانوا إما عملاء في البنك أو زملاء. One day ذات يوم Augusta told Henry she was taking him to Istanbul. Augusta أخبرت هنري بأنها تأخذه إلى إسطنبول. He was surprised by that sudden announcement. هو تفاجأ بهذا الإعلان المفاجئ. He was used to planning everything he did. هو كان متعودا على تخطيط كل شيء يفعله. But Augusta was always spontaneous. ولكن أغسطا كانت دائما عفوية. And seemed to make decisions without thinking. ويبدو أنها كانت تأخذ قرارات بدون تفكير. On the journey to Istanbul, في الرحلة إلى إسطنبول, Henry found out more about his aunt's unusual lifestyle and her past. Henry اكتشف أكثر عن نمط الحياة الغير معتادة لعمته وماضيها. As they traveled, بينما هم يسافرون, Henry saw new cultures for the first time. Henry رأى ثقافات جديدة لأول مرة. And Augusta introduced him to her old friends. وأغسطا قدمته لأصدقائها القدامى. Who all had exciting and unusual stories to tell. والذين كلهم لديهم قصصا مثيرة وغير عادية ليحكونها. Henry was often surprised about what he heard. Henry غالبا ما كان مندهشا بما يسمعه. But began to enjoy himself more and more. ولكن بدأ يستمتع بنفسه أكثر فأكثر. When he returned to England, عندما عاد إلى إنجلترا. Henry enjoyed his retirement looking after the flowers in his garden. Henry استمتع بتقاعده معتنيا بزهوره في حديقته. But he was a changed man. ولكنه رجلا متغيرا. He missed his aunt. افتقد خالته and her interesting friends. وأصدقائها الشيقين. And Augusta had shown him a new way of looking at the world. وأغسطا قد أظهرت له طريقة جديدة
للنظر إلى العالم. نشوف الأسئلة وإجابتها مع بعض. أول سؤال: When did Henry first meet his aunt؟ متى أول مرة هنري قابل خالته؟ قال after his mother died، ما بعد ما أمه ماتت. طبعا هو المفروض الصح إن هو before his mother died، قبل أمه ما تموت، لأنه بيقول قابلها من أول مرة من 50 سنة، يعني هو قابلها من 50 سنة، فأعتقد إن دي هتبقى الإجابة الأفضل. رقم 2: What change came over Henry after he had traveled with his aunt؟ ما هو التغيير الذي طرأ على هنري بعدما سافر مع خالته؟ طبعا هتبقى الإجابة لتر A: He looked at life in a different way، يبقى نظر إلى الحياة بطريقة مختلفة. رقم 3: Henry and his aunt، يعني طبعا هنري وخالته، هتبقى الإجابة had different characters، شخصياتهم مختلفة. رقم 4: What did Augusta help Henry to know؟ يبقى لما الذي ساعدته أو ما الذي ساعدت هنري في أن يعرف لأوغسطا، يبقى إيه لأوغسطا ساعدت هنري في أن هو يعرفه؟ طبعا تبقى الإجابة his family's history، تاريخ أسرته، يبقى أوغسطا ساعدت هنري في أن هو يعرف تاريخ أسرته. رقم 5: ال spontaneous means، قلنا عفوا لو بيعمل الشيء بدون تخطيط، يبقى تبقى B: he does things without planning، يفعل أشياء بدون تخطيط. رقم 6: the word conventional means، يبقى كلمة conventional هي تقليدي، فطبعا تساوي traditional هي تقليدي. رقم 7: Aunt Augusta's life was full of، بل حياة أوجستا طبعا كانت مليئة ب، هتبقى adventures هي مغامرات. رقم 8: What was Henry's occupation before he retired؟ يبقى وظيفته كانت ايه قبل ان يتقاعد؟ طبعا كان a manager اللي هو مدير. رقم 9: Despite having very different personalities they got on well، على الرغم من انهم لهم شخصيات مختلفة ولكن كانوا على وفاق. This expresses، يبقى هذا بيظهر ايه؟ طبعا despite بتدل على contrast اللي هو التناقض. To get on means to، أن يكون على وفاق معناه إيه؟ طبعا هتبقى to be friends، يبقى يكونوا أصدقاء. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.